السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بالجزء الأول من محاضرة Lecture 7 ذات ريبو بلتاين، خاصة لطلبة كلية طب الأسنان المرحلة الثانية جامعة العين. راح تكون بداية محاضرتنا عن التريكو بلتاين فصة. احنا قبلها بالمحاضرة السادسة تكلمنا على الانفرادين بالفصة، وحاليا راح نكمل الموضوع لان باعتبار المنطقة خلينا نقول وحدة، مثل ما بلشنا بالبداية بالتيمبرال فوسا بعدين يعني نزلنا للانفراد تيمبرال واللي تكون وياها ومحاذاة الها اللي هي التريجو بالتاين فوسا. فمن نجي نقول تريجو بالتاين فوسا اللي هي تكون وين، هي lies بين the posterior surface of the maxilla and the pterygoid a process of sphenoid bone، مثل ما تشاهدون بهذه الصورة هسه حاليا. إذا احنا نباوع بشوية ندقق بهذه الصورة، احنا مو قبل من شرحنا لكم بالمحاضرة الخامسة التيمبر الفصة واللي هي هاي المنطقة العلوية اللي هي وين هذا، هسه نشوف السفينويد تحتها، مو قلنا كسرنا الزايجوماتيك ارت وشلنا الريموس اوف ماندبل حتى تبين لنا منطقة الانفرات تيمبرال، وحتى اجي اشوف التريجو فالتاين فصة لازم اباوع لهذه المنطقة اللي هي هذه اللي تكون على شكل انفيرتد بيراميدال سبيس، او اقول عليها انفيرتد تيريترو، اي قطرة الدمع المقلوبة. فهذه الاريا اللي تشوفونها قدامكم هي هاي نسميها التريجو فالتاين فصة، واللي تكون اسفل شنو بينت اسفل البوستيريور سيرفيس اوف ماكسيلا. احنا مو عندنا هذا البون اللي هو هسه لونه على شكل وردي او بنفسجي، مو هذه الماكسيلا، مو هذا الانتيريور سيرفيس، وهذا هو البوستيريور سيرفيس. فانا من اجي هسه اقول يا اما تكون تقع وين بالاسفل البوستيريور، هاي البوستيريور سيرفيس مالت الماكسيلا، اند وين مع التيريجويد بروسيس اوف سفينويد، هو نفسها السفينويد بون، وهذا اللي المكمل للعظمايه هاي اللي مكمله نسميها السفينويد. زين هذه المنطقه اللي هي التيريجويد تريجو بالتاين فوسا تحتوي على شنو؟ اهم يعني ستراكشرز موجود بها اللي هو الماكسيلاري نيرف، واللي هو الماكسيلاري نيرف اللي هو برانش منين يطلع لي من الترايجيمينال نيرف واللي هو رقم 2، بالاضافه الى الماكسيلاري ارتري راح يمر بالتريجو بالتاين فوسا واللي هو الثيرد بارت اند تريجو بالتاين باراسمبثيتيك جانجليا. اذا انا عرفت هذه الفوسا وين مكانها، شنو الكونتينت اللي بيها، تعالوا خلينا نكبر هذا الجزء اللي هي نفسها هذه المنطقه اللي تشوفونها، ونفس الشيء راح نشوف بها اكو كوميونيكيتد او اوبننج راح نتعرف عليها وحده وحده. بس هسه خلينا نشوف واحنا الصور اللي نشاهدها، اي صوره نشوفها نقرا التاشيرات عليها، حتى من نهايه المحاضره راح نطلع بكولكشن حلو للصور راح ينطيني داتا يعني ملمه للموضوع كامله يعني. فخلينا نشوف، انا هسه من اباوع هذا البون هو الجريتر وينج اوف سفينويد، هذا التيريجويد بروسيس اوف سفينويد، هذا البوستيريور سيرفيس اوف ماكسيلا، الاوبننج اللي اشوفه فوق راح يكون هذا الانفيرير اوربيتال فيشر، هذا الاوبننج الداخل اللي داخل يعني نشوفه يعني رايح للداخل نقول عليه سفينو بالتاين فورامين، هذا الفورامين روتندم تيريجويد كانال بالاتو فاجينال كانال، واما هذا اللي نازل لجوه اللي هو البالتاين كانال، وهذا الاوبننج اللي فاتح على اللي داخل اللي على الاورا اللي هو الالبيولر فورامين ونازل للباليت. فحتى جاء اعرف التريكو بالتاين فوسا اللي هو it is an inverted pyramidal space، وهو نقول عليها inverted teardrop shape space within bones of the lateral side of the skull، ويكون medial to infratemporal fossa and below the apex of the orbit. مثل ما قلت لكم قبل شويه الانفراتيمبرال فوسا بصفها، فيكون ميديالي الها التريجو بالتاين، واسفل شنو؟ الابكس القمه مالنا اسفل الابكس اوف ذا اوربت للعين. اذا هسه بصوره عامه افتهمت انا التريجو بالتاين فوسا مكانها على يعني شويه نبقى مختصره عنها. زين اريد اشوف البوردر مالتها، من اجي انا اقول هاي
الطلاب انا ليش يعني ارجع واقول اهميه الاناتومي اهميتها بالصور. من اجي اقرا الشرح اتيه، بس من اجي اباوع للصوره تبقى مخيلتي بعد ما انساها. يعني خليكم وياي، من اجي اباوع لهذه الصوره واقول هذا تريجو بالاتاين فوسا، ومن يجيك سؤال اقول لك البوردر، البوردر مالت التريجو بالاتاين فوسا لازم اعرف اكو حدود شنو قدامها، انتيرير شنو بوستيرير شنو سوبيرير شنو انفيرير وشنو ميديا للداخل، يعني الداخل باتجاه الجسم، وشنو اللاترال اللي هو خارج الجسم. تعالوا نشوف اذا اجينا قريناها كنظري، هذا هسه مثل هذا الجدول اللي تشوفونه قدامكم. فمن الانتيرير بارت ايش راح اشوف؟ اشوف الانفراتيمبرا سيرفيس اوف ماكسيلا. ومن البوستيرير بارت ايش راح اشوف؟ الترجويد بروسيس اوف سفينويد. من الميديال وول بيربنديكولار باليت او بالاتاين. ومن اللاترال وول ما راح اشوف شيء عدا الاوبن اوف ذا تريجو ماكسيلاري فيشر. اما من السوبيريال وول راح اشوف الانفيريور سيرفيس اوف ذا سفينويد and orbital pellet of the palatine bone. أما من الانفيريور وول راح أشوف البيراميدال بروسيس أو بالاتاين. فأنا إذا أجيت قريت هيجي الشرح على قلبي ودرخته وراها بربع ساعة نص ساعة أنسى، لأن راح تدخل هاي المواضيع ويا الانفراتيمبرال على التيمبرال راح أتي. مو أنا هسه قريت لكم إياها كنظري، نظري أعتقد واحد منكم راح يقرأ وراها بربع ساعة أو عند امتحان باكر ما راح يذكر شيء. ده تعالوا هسه نباوع للصورة ومستحيل راح ننساها، فهنا راح يكون الفرق. هذا صورة كلش حلوة. احنا هسه قبل شوية قلنا هذا الزايجوماتيك ارت كسرناه وشلنا الريموس اوف ماندبل، المنطقة وسعت قدامنا بحيث انا اقدر اشوف الانفرا تيمبرال فوسا واقدر اشوف التريجو بالاتاين فوسا واقدر اشوف التيمبرال فوسا. انا ما لي علاقة بالتيمبرال ولا بالانفرا تيمبرال باعتبار اخذناها. انا علاقتي اليوم بالمحاضرة اللي هي لكتشر 7 اللي هي التريجو بالاتاين فوسا. تعال اشوف هذه اللي انا قاعد اشير لكم عليها شنو الحدود مالتها، البوردر مالتها شنو. من اجي اقول لك انتيريرلي يعني هذا مو انت، هذا هو السكال وهاي الاوربت وهذا النوز، هذا الاتجاه اللي للامام يكون انتيرير، اللي للخلف يكون بوستيرير. انا اريد الامامي، فهذه تريجو بلاتاين فوسا حتى يكون شنو الامام مالتها هذا هو. فانا اقول لك انتيريرلي اذا تشاهدون بوستيرير سيرفيس اوف ذا ماكسيلا. اذا هاي بعد ما انساها من خلال الصوره وليس من خلال النظري، يعني خليكم مركزين وياي. فمن اجي اقول لك انت مجرد ان شويه تاخذ صفنه بالصوره راسا تذكر كل البوردرز التابع للتريكو بالاتاين فوسا. فمن اقول لك انتيريرلي راح تقول لي دكتور البوستيرير سيرفيس اوف ذا ماكسيلا. من اجي اقول لك بوستيرييرلي هذا اللي هي للخلف اللي هو التريكويد بروسيس اوف سفينويد. زين، من اجي اقول لك اريد سوبيرييرلي من الاعلى اللي هو الجريتر وينج اوف سفينويد، هذا اجي اقول لك اريد انفيريرلي اللي هو للاسفل النازل اللي جوه اللي هو الباراميدال بروسيس اوف بالاتاين بون. اذا هسه بهذه الصوره قدرت اعرف الانتيرييرلي هو البوستيرير سيرفيس اوف ماكسيلا، بوستيرييرلي هو التيريجويد بروسيس، and superiorly greater wing of sphenoid, inferiorly pyramidal process of palatine bone. زين، اللي داخل medially اللي الداخل اللي هو البالت perpendicular palat of palatine bone اللي هو هذا البالتاين، هذا اللي يشوفون اللون الازرق palatine bone. اما laterally قلنا ماكو الى حدود من برا عدا الاوبننج مالمن مالت الماكسيلاري التريجو اللي هو وين هسه راوكم اياها لاترالي الاوبن انفايرمنت مال التريجو ماكسيلاري فيشر اللي هو هذا معلم عليه باللون الاحمر. اذا انا من خلال هذه الرسمه الحلوه البسيطه قدرت ان اعرف الاوبننج وما راح انسى. فطلاب هسه من ارجع للجدول ما احس بمعاناه من اقول انتيرير وول اللي هو نفس السيرفس مالت الماكسيلاري بوستيرير، البوستيرير اللي ورا التريجويد بروسس، الميديا اللي للداخل بيربنديكولار بلت او بلتاين، لاترالي ما عندي شيء غير الاوبن اللي راح يفتح بالتريجو ماكسيلاري فيشر، يفتح بالتريجو ماكسيلاري فيشر. اما من الاعلى اللي هو الجريتر وينج والاوربيتال بلت او بلتاين بون، اما انفيريور للتحت اللي هو البيراميدال بروسس او بلتاين. اذا بهيج حاله قدرت اعرف شنو التريجو بلتاين فصه تعريفها، شنو الكونتينت كرؤوس اقلام اللي هي الماكسيلاري
نير اللي هو اللي يعتبر التايب 2 او في 2 من التراي جيمينال. احنا موعدنا تقسيم تراي جيمينال الى اوفثالميك، بعدين ماكسيلري، بعدين ماندوبيولر. هذه واحد، واثنين الماكسيلري ارتر الثيرد بارت، والتريجو اما الجزء الثالث اللي هو التريجو بالاتاين باراسمباثيتك جانجليا. وعرفت البوردر وحدودها، فهذه كل ما يخص التريجو بالاتاين فصل.